زي ما نقول حضراتكم تطوير الأداء، كنا زمان نفتكر أنه لازم يحصل خطوة خطوة أو في قطاع قطاع، لكن التجربة المصرية، وينفع نسميها أو التجربة المصرية في النمو أو في التنمية، قالت لنا أنه لا، ما فيش حل غير أنك تفتح العمل أو تفتح مجال التطوير في كل المجالات، وده اللي حاصل. عشان كده احنا عندنا مساحة كده من المرونة في قبول بعض السلبيات في مشوار التنمية. احنا عارفين ان احنا بنحارب في كل الجبهات، وده الاختيار الوحيد قدامنا الصح يعني، فقادرين نتخيل انه طبعا لما منظومة بتتطور بسرعة جدا، وارد انه في ناس من المنظومة دي ما يلحقوش التطور، وارد انك تروح تاخد الخدمة اللي مفروض تاخدها بشكل جيد 100% تلاقي الموظف مش جاهز، مش قد كده، لكن هنستحملها لكن لن نقبلها، هنفضل نحارب في مسألة أنه البناء يتم مش بس على المستوى المؤسسي لكن على مستوى الأفراد كمان. البنك المركزي المصري أكد تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر لأول مرة من سنين في نهاية مارس 2020، بيوصل ل 111.3 مليار دولار بعد ما كان 112.7 مليار دولار في ديسمبر 2019. تراجع الدين بنسبة 1.4 مليار دولار. تقرير البنك المركزي كمان بيأكد أنه نسبة رصيد الدين الخارجي تراجع مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى 31.7%، ونسبة دي بتعتبر في الحدود الآمنة بحسب المعايير الدولية.